لك حتى شي مشكل وغتشوفي الصفاوه والنضاره وجلد الايوازه البنات باي باي. السيلوليت البنات غادي تهناو منه بهذه الوصفه هذه. ولكن ضرب هاد جوج مكونات غزالين بزاف كيلعبوا لنا دور ديال البوتوكس. بوتوكس بالنسبه لواحد البنت قالت لي البوتوكس كيخسروا عليه فلوس، يا كيخسروا عليه فلوس الناس اللي عندهم فلوس، الناس مساكن اللي دراوش على قد الحال، راه كاين كلشي من الطبيعه غير هما كيستخلصوا ديك الحاجات كيعمروها في ليبار كيعملوا فيلر اولا بوتوكس. مي حنا عندنا حاجات اللي هما طبيعيين واللي مجربين ولاو ناجحين، وكيقول لك صافي النيه وبايس مع الحيه، عملي نيتك وتيقي وراه ربي ما غاديش يخيبك. نقدر هيدا وغادي نعملوه على هذا الشكل هذا، نجبر هاد الموطا ونجي مباشره فوق هاني ديريكت. هاد الماء هذا رائع البنات في التصفيات حتى الوجه، غزال غزال الذات كلها. والحبوب الا كانوا عندك مثلا ديك الجلد ديال الايوازه او الحبيبات مثلا قاصحين في الوجه كيحيد. السلام عليكم تيفيحاتي، كيف نتوما لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فرحانين ونشطانين، ويا رب يكون ان شاء الله نهاركم وصباحكم مبروك ان شاء الله يا رب. البنات بحالي وعدتكم البارح ملي عملت لا فيديو ديال كولاجين وبوتوكس لملء التجاعيد اللي كيكونوا عندنا، ومل كذلك هاد الفراغات اللي كيخوا لينا او كيشد كذلك البشره وكيجمع الجلد. الناس هذاك الماسك راه غزال 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 بزاف وغيعجبكم بزاف اكيد. وعدتكم بانني غنعمل لكم الوصفه الثانيه اللي البارح ما قدرتش نعملها لكم ديال السيلوليت. البنات فيك السيلوليت عندك جلد الايوزه الدات ديالك دائما كتكوني فحال مبورشه فحال فيك تبوريشه اولا فيك ديك كتزاوبري كيطلع لك الدات ديالك الشعر ديالك اولا كيرجع فحال واحد الحبوبات صغارين في الدات ديالك كلها ملي كتجيك تزاوبيره اولا تبوريشه بحال كنقول قشعريره باللغه العربيه القشعريره. البنات هذيك الجلده اللي كتكون جلد الايوزه اولا جلد الدجاجه حتى هي ان شاء الله لا تبعتي هذه الوصفه هذه راه غتهني منها نهائيا. وكذلك السيلوليت، السيلوليت البنات هو النص الكبير من التغذيه. الا ما كنتيش كتغدى مثلا في الوقت مثلا العشاء في الوقت ديالو، الغدا في الوقت ديالو، الفطور في الوقت ديالو، بالاخص البنات اللي عندهم السيلوليت ضروري يركزوا يكلوا في الوقت، ما تبقاش تاكل ما بين الاوقات وعاد تشوف كذلك نتيجه مبهره. البنات ضروري خصني نعطيكم شي حوايج اللي يفيدوكم اكثر مع هذا الماسك هذا. وكذلك شربي ليا الماء، والماء اللي فيه الليمونه البنات راه كيعالج الجلد من الداخل فريمون. الماء اللي فيه الليمون وكذلك النعناع كيعالج داخليا البنات. راه كنت عملت لكم واحد لا فيديو ديال تشربي الماء والنعناع، الا ضفتي عليه شويه الليمون البنات اللي باغيين ينحافوا يشربوا شويه سخيخان يعني بحال اللي كيشربوا اتاي، والبنات اللي ما باغينش ينحافوا يشربوا هذا الماء فيه النعناع وزيدوا عليه قطره ديال الليمون او عين النعناع في الماء يكون غير دافي اللي ما باغينش يضعفوا كيصفي الدم. وكذلك كيعالج لنا الجلد من الداخل كيعطيه طراوه وكيعطيه نعومه وكيساعد الخلايا باش تجدد. المهم البنات وكذلك لي فاريس اللي هما العروق غادي تهناو منهم. العروق البنات مشكله اللي هي كبيره. المهم انا غنعدل الماسك وفي نفس الوقت عنديكم لي زانفورماسيون معلومات مفيده هي الكبيده. المهم البنات اول حاجه نقلب الاتجاه لهنايا باش تشوفوا معايا. البنات غنخلطوه بماء الزهر، انا كنحماق على ماء الزهر كيجيني بانه مزيان، ماء الورد بعض المرات كيغشوا فيه. المهم انا عندي ماء الزهر البنات، تقدري تعملي ماء الورد اولا تعملي غير الماء العادي اللي هو يكون ماء معدني ما يكونش ديال الكريفو، اولا طيبيه عاد خلطي به هذا الماسك هذا باش كنحيدوا الكالكير البنات. المهم انا غادي نعمل مكونات سهلة وبسيطة البنات. غنشبروا النعناع، النعناع البنات راه غزال غزال في تصفية البشرة وكذلك في كيعطيها ملمس ونعومة وكيعطيها نضارة غزال. المهم البنات غنشبروها بحال هذا الشكل هذا، هاد القدر هذا ديال النعناع نزلو ونعملو المعدنوس. المعدنوس البنات راه كتعرفوا كيحيد الكالكير من الكيلي، يعني راه كيصفي مزيان وكيعالج الجلد مزيان المعدنوس. وكي لا كانوا عندك ليطاش في اليديدات ديالك، كانوا عندك الدات ديالك ديال البشره ديال داتك ماشي صافيه، وناخذوا واحد الجزره اللي هي صغيره، جزره صغيره البنات، جزره صغيره ها هي مقطعه بحال هكذا ونضيفوها كذلك بهذا الشكل هذا. غنضيف عليهم شويش واحد الملعقه صغيره ديال ماء الورد اولا ماء الزهر كما كتشوفوا معايا، ها هو كيبان شي معايا ماء الورد اولا ماء الزهر على هذا الشكل هذا، شويه البنات. وديك ساعتك غادي نضيف له شويه د الماء الا لقيت باقي محتاج شي حاجه ديال الماء، ما كثروش الماء الزهر بزاف البنات. انا غادي نبدا
غنضيف له البنات شويش ديال الماء. حنا هنايا في هولندنا عند الماء ما فيش كالكير، بالاخص في هذه المنطقه اللي انا فيها كيقولوا مزيون بزاف بزاف بزاف. انا نكتفي غير بالماء ديال الحنفيه. هما البنات كما غتشوفوا معايا هيا هذا الماء هذا رائع البنات في التصفيات، حتى الوجه غزال غزال الذات كلها. والحبوب الا كانوا عندك مثلا داك الجلد ديال الايوزا او الحبيبات مثلا قاصحين في الوجه كيحيدهم. بالنسبه للبنات كيقولوا لي حبوب قاصحين، اي مشكل عندك ديال الحب كيف ما بغى يكون النوع ديالو كيقضي عليه هذا المحلول هذا البنات. وغنضيف غنعمل هذا، عندي خاويه ديال الالوفيرا غادي ننزل فيه هذا الماء هذا الذي يوم المدرسه غتسمعوا شويه الصداع. كيف ما كتشوفوا البنات انا عملته هنا، غنضيفوا عليه قطرات ديال الليمون، قطرات ديال الليمون. اللي عنده حساسيه من الليمون ما تضيفش الليمون. بالنسبه للوجه، اما بالنسبه للذات ضروري البنات قطرات ديال الليمون ضروري. واحد الملعقه هيدا ديال الطعام اولا ملعقه صغيره، الا كان عندك تحسس عملي واحد تيست في شويه من الجلد ديالك لقيتيه كيحمر لك بزاف، عملي عليه قطرات صغارين اولا شري زيت الليمون وعملي مع الوصفه هذه. مي ضروري هنا الليمون البنات بالنسبه لهذه الوصفه هذه. غنزيدو عليها غير شويه ديال الجلد ديال الالوفيرا. ها هو البنات من الاحسن تعملوه بملعقه ديال اللوح، انا بنات الملعقه ديال اللوح ما جبرتهاش هنايا. المهم البنات انتم كتشوفوا هكذا ملعقه ديال جلد الالوفيرا ونخلطوه مزيان مزيان مزيان. البنات لي فاغيس لي عندها العروق، العروق في الرجلين ديالها وعندها الخطوط البيضاء الدات ديالها بحال اللي مفزره، دير عندي دابا انا عدلت الطحان شفتوني. المهم البنات الدات لي عند البنات لي عندهم الدات ديالهم مفزره، يعني كيفاش مفزره يعني كتكون كيكونوا ديك الخطوط البيضاء ولا الحمراء كيكون فحال التفزر في الجلد، الجلد كيوقع فيه واحد التمزق من الداخل. وعلاش كيبقاو بانوا ديك النقط اللي هما ديك الخطوط اللي كيكونوا حمراء وكيكونوا بيضاء في الجلد. البنات الا داومتي هذه الوصفه هذه بالحق البنات اللي عندهم اللي عندهم العروق واللي عندهم هذه المشكله هذه يعملوه حتى لثلاث شهور، ثلاث شهور البنات حيتاش واحد المشكله اللي هي داخليه باش يفوتوا لنا هذه المكونات لداخل، وغتلقاي واحد الجلد غزال غزال كيل ما رطب وجلد ديال الايوازا غتهاني منه نهائيا. البنات الطريقه ديال الاستعمال، الطريقه ديال الاستعمال البنات، البنات واخا غتشوفوا ديك هذاك المحلول فحال لي فحال لي هرب على بعضيته ولا شي حاجه بالحامض، ماشي مشكل ما كاين حتى شي مشكل. غادي تخليوه في الثلاجه تقريبا واحد الاسبوع، اسبوع البنات خليوه في الثلاجه عاد شي كيهضر اسبوع البنات خليوه في الثلاجه ديالكم، ومن بعد نوريكم الطريقه كيفاش غتوضعوه على الجلد. المهم اي البلاصه اللي عندك ديال الجلد البنات وضع عليها هذا الماء هذا ودهن بشكل اللي هو دائري هذا الشكل هذا. والبنات اللي عندهم اليديدات ديالهم فيهم الطوابع اللي كيسقسوني كيقولوا لي يدينا فيهم الطوابع، وكذلك كيكونوا فيهم تشققات، كيكون الجلد ديالهم فحال جلد ميت. المهم يديك تكرفصوا تكرفصوا لك بالشغل وعليك بهذا الماسك هذا، وبالبرد عليك بهذا الماسك هذا. البنات دهنوه في الليل وفي الصباح تقدري تاخذي الدوش ديالك عادي ودهن هاد المكونات هادو حتى كيدخلوا في الدات ديالك مزيان، خليه ما يوقع لك حتى شي مشكل وغتشوفي الصفاء والنضاره وجلد الايوازا البنات. باي باي السلوليت، السلوليت البنات غادي تهناو منه بهاد الوصفه هادي، ولكن ضرب على 3 شهور. ما نقولكش هاد الوصفه نهار ولا يومين لا، حيتاش هاد المشاكل ديال الجلد البنات صعيبه. وغسلي غير بالماء ديال صابون، غير بصابون عادي، غير بصابون عادي، صابون ديطول، صابون ديال الحجره، صابون عادي بالنسبه للبنات اللي عندهم هذا المشكل هذا حتى تهناو منه. والغد اللي هن ملي مثلا تاخذوا الشاور الدوش ديالكم دهنوا بزيت الارغان اولا زيت الزيتون عادي البنات. ودابا غادي نعمل لكم الماسك المساج تحت العينين هنايا، كيفاش غادي نعمل لكم واحد المساج غزال غزال البنات اللي وعدتكم به. احتفظوا بيا البنات في الثلاجه راه غزال ومفيد بزاف. والبنات اللي عندهم مشاكل ديال الحبوب اولا اللي طاش اولا في الوجيه ديالهم يستعملوه بلا بلا ليمون، اولا تعمل اي قطيره ديال الليمون اولا خدي زيت الليمون غزال البنات غزال 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 غزال. فنيون اليوم غنبداو دابا بالماسك اللي غنوجدو لكم دهنايا والمساج، خليكم معايا ما تمشيو فين البنات.
هاد جوج مكونات غزالين بزاف كيلعبوا لنا دور ديال البوتوكس. بوتوكس بالنسبه لواحد البنت قالت لي البوتوكس كيخسروا عليه فلوس، يا كيخسروا عليه فلوس الناس اللي عندهم فلوس، الناس مساكن اللي دراها واش على قد الحال، راه كاين كلشي من الطبيعه غير هما كيستخلصوا ديك الحاجات وكيعمروها في ليبار، كيعملوا فيلر اولا بوتوكس. مي حنا عندنا حاجات اللي هما طبيعيين واللي مجربين ولاو ناجحين، وكيقول لك صافي النيه وبايت مع الحياه، عاملي نيتك وتيقي وراه ربي ما غاديش يخايبك ان شاء الله. الحمد لله كنشكر جميع البنات اللي شكروا الوصفات ديالي واللي جربوهم عطاوهم نتائج، كنشكركم. كنشكر اي بنت كتعمل لي تعليق، وكنشكر اي بنت تاقت فيا وتابونات في القناه، وكنقول لك راه وعد مني ما عمرك ما غادي تخيبي ان شاء الله. واكيد اي حاجه تقتي فيا وعملتيها راه غتعطيك نتائج. انا كنقول الوقت بالضبط اللي غتعطيك نتيجه، واكيد ملي كنقول النهار الاول النهار الاول كنقول على وقت، راه كنعرف اش كنقول للناس ماشي كنهضر من فراغ. المهم انا زيت الكوكو اللي هو زيت الكوكو اللي هو زيت الكوكو وهذا نبته ديال الصبار، جيل ديال النبته ديال الصبار، غادي نعدلو بواحد الكريم ديال البوتوكس غزال اللي عندها التجاعيد اللي هي قديمه اولا غارقه بزاف، وكذلك اللي عندها هاد البلاصه هذه خاويه مع مساج البنات، غادي يعطيكم نتائج مرضيه نتائج رائعه. اول حاجه غنعمل هيدا الماء واحد زليفه كبيره، غننزل فيها زلافه صغيره على هذا الشكل هذا البنات هاد الشكل، وغادي ناخذ واحد نصف ملعقه منه على هاد الشكل هذا البنات، وغناخذ ملعقه من هذا هبطت عليه البنات. كنسهلك انا هاد الجيل ديال الالوفيرا باقي غنهضر لكم عليه بزاف البنات، باقي غنهضر عليه بزاف ونعطيكم نصائح كيفاش تستعملوه، لا بالنسبه للشعر ولا بالنسبه للجسم ولا بالنسبه لاي حاجه ان شاء الله، فين كنستافدوا منه البنات. وانا غنبقى نعمل بهذا الشكل هذا، ديك الساعه ديك الزلافه ملي غتسخن لي هذاك هاد اش كيقولوا له يا ربي هاد زيت الكوكو غادي يذوب. هذا عملي فشي زليفه صغيره، ويلي على زليفه صغيره انا ما ديوش عليا كنصبح مره طاير لي الفرح. غنعملو انا في هذه البنات اللي تسالات دابا غنعملو فيها، وان شاء الله غيكون هو باش غادي نعمل المساج. بالنسبه لواحد النساء سقساتني على وجهها دهني وما كتبغيش تعمل الزيت، بالنسبه صارت لكم البنات بالنسبه للمساج ما كاين حتى شي مشكل، راه واخا تكون البشره ديالك دهنيه استعملي هاد الزيت ديال الكوكو غزال، ما تخافيش منه حيتاش مع الجيل ديال الالوفيرا كينشف وهو يعني ما تخافش منه نهائيا. البنات على هاد الشكل هذا ثم كتشوفوا بدا كيذوب ليا، وانا غادي نعمل لكم دابا في نفس الوقت المساج باش ما نطولش عليكم. هما البنات كنشبروا واحد القدر هيدا وغادي نعملوه على هاد الشكل هذا، طبطب البنات طبطب. ومن بعد البنات غنشد هاد اليد هذه اللي من هنا، ما نشدش هذه غتجيني شويه صعيبه، شفتوا البنات؟ لا غنشبر هذه، غنجبد هنايا هاد البلاصه وعنجي من هنا ونديها لهاد البلاصه هذه، شبر هيدا ونجي من هنا لهاد البلاصه ونجر هيدا ونشبر، نجي عاونت هيدا ونشبر هاد الموطا ونجي مباشره فوق هاني ديريكتومون ونعمل هيدا ونشبر، يعني كنعملو بطريقة عكسية، هذا كيكون هيدا وآخر كيكون العكس ديالو، هذا كيكون هيدا والآخر كيكون العكس ديالو. البنات هاد الكريمة هادي اللي عندنا هدا مع هاد المساج هذا كونوا متأكدين قسما بالله حتى هاد البلاصة هادي غتصدمي فيها كيفاش غترجع عندك هيدا البنات، ولكن مع المداومة. أنا كنقول لكم دائما البنات مع المداومة، سوف تمشيو الانستغرام البنات راه غيكون فيه الخميس مع التمنية لايف. هيدا البنات كنتمنى تكون الطريقه واضحه ان شاء الله وتحصلوا على النتيجه اللي كتمنوا ان شاء الله، وهاد البلاصه هذه كتبدا تعمر البنات ما كتبقاش ديك الفرق وديك الغطسه كاينه. المهم البنات كان هذا هو الماسك ديال اليوم، ها هو داب لي انا بزاف مزيان ما حما مريم غادي يذوب لك مزيان الماسك ويعطيك هاد القوام هذا، خليه حتى يذوب مزيان وعمليه فشي طويصه هيدا واحتفظي بهاد الكريم ديالك غزال بزاف. ومن الاحسن البنات من الاحسن الا بغيتو الدار ديالكم تعطيكم واحد الكاليتي اللي هي مزيانه ملي تعملوا هاد الماسك هذا ديال السيلوليت وديال ليفاغيس اللي كيكونوا ظاهرين في الجلد وديال جلد الايوزا وكذلك الخطوط البيضاء والحمراء، غزال بزاف. عملوا هاد الكريمه هذه من بعد ما تستعملوه وتغسلوه
خلي قلت لك ليله ليلتين ما كاين حتى شي مشكل الا عملتيه يوميا. بالنسبه اللي عندها مشكل كثير وعندها عرس عندها شي مناسبه باغا الدرس ديالها تكون واو تكون تكون مثاليه غزاله تستعملهم كل نهار راه تعطيك نتيجه سريعه اكيد. هما البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى على الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا بزاف بزاف بزاف، يكون مفيد بالنسبه لكم. ما تنساوش تعملوا لايك وسبسكرايب اللي هو الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، حيت دوماج لينا الناس اللي ما عملوش اشتراك البارح ما وصلوش معايا السلسله، حيت كنقدر نهضر على شي فيديو قبل. وغنخلي لكم ان شاء الله الفيديو ديال النعناع ديال باش تشربوه لداخل راه كيصفي الدم البنات وكيعطي حتى المزاج مزيون وكيخلي لك البشره ديالك كتلمع من داخل وكتعود عليك بالخير من على برا اللي هو من البشره ديالك خارجيا. وملات كان هذا الفيديو اليوم كنتمنى لكم خير والرباح وخليت لكم راسه وخليت لكم الراحه وكنحبكم بلا حدود. موح عليكم.